وافقوا التالتشوم بأداء راقص مفعم بالنشاط متبوعاً بالنكات الهزلية والغناء. ولقد انتقلت دراما الرقص المقنعة والتي يطلق عليها بونسان تالتشوم في منطقة هانهي لأجيال عديدة. يستخدم حوالي أكثر من 26 قناع مختلف أثناء أداء بونسان تالتشوم الذي يتألف من 7 قصص. حاول أن تتخيل ما نوع القناع الذي كنت تود صنعه إذا كنت قد ولدت خلال عصر مملكة جوسون. وتتسم دراما الرقص بالأقنعة تالتشوم بالأقنعة البيضاء والسوداء والحمراء، حيث يستخدم كل منها ليمثل حالة فردية. تمثل الأقنعة البيضاء اليانغبان، وتمثل الأقنعة السوداء عامة، ويمثل التيباري نوعاً من العلمانيين، ويكون في الغالب رهباناً بوذيين، ولكنهم انتهكوا الوصايا البوذية، وغالباً ما يكون في حالة سكر. ومن المثير للاهتمام ملاحظة سمات أقنعة يانغبان من بين الشخصيات الموجودة في دراما الأقنعة، وواحد من الأقنعة ذو شفة مشقوقة، بينما يتميز الآخر بأنف وشفتان معقوقتان، مما يعطي انطباعا مثيرا للسخرية. على عكس قناع اليانغبان، يتسم القناع الذي يمثل وجهة عامة الشعب باللون الأسود مشيرا للحياة الصعبة. خلال عصر مملكة جوسون الذي كان يتسم بكونه مجتمعا طبقي صارم، ارتدى الناس المنتمين إلى الطبقات الدنيا الأقنعة لانتقاد العالم المضطرب الذي يعيشون فيه خلال العرض. وفي نفس الآونة في القرن 16 في البندقية إيطاليا، ارتدى الناس الأقنعة لإخفاء مكانتهم. في البندقية يقام كارنفال البندقية في هذه المدينة الجميلة ذات القنوات والجسور التي تتألف من 117 جزيرة صغيرة كمهرجان رائع للأقنعة كل فبراير. يأتي الناس من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذا الاحتفال وارتداء الأقنعة الرائعة. وتتنوع أيضا الملابس المصاحبة للأقنعة وفقا لمكانة وسمات الشخص، مثل ما يحدث مع الأقنعة الكورية. اتسمت البندقية في القرن 16 بكونها مجتمع قائم على أساس طبقي صارم. ارتدى العوام أقنعة تمثل الطبقة الأرستقراطية للتخفيف من قسوة حياتهم التي انتشرت في وقت لاحق لتصل إلى الطبقة الأرستقراطية، وأصبح مهرجانا يشارك فيه الجميع للاستمتاع مع بعضهم البعض. أثناء المهرجان تتحرر كل الناس من التمييز، بينما استخدمت الأقنعة على نطاق واسع كوسيلة لإخفاء مكانة الشخص بعد انتهاء المهرجان. في المجتمعات الطبقية قدم الرقص بالأقنعة والمسرحيات المقنعة فرص ليشعر الجميع بالمساواة. ما هي الجهود المبذولة للحفاظ على تقاليد الرقصات والمسرحيات المقنعة؟ بالنسبة للتالتشوم، يوفر حراس التراث الثقافي غير المادي المعنيين التوعية المناسبة للحفاظ عليه في كوريا. وبالإضافة إلى ذلك، تجلب عروض التالتشوم المثيرة التي تكشف عن جوهر هذا التقليد الكوري الراسخ المشاهدين ليس فقط من كوريا ولكن من خارج البلد أيضا. يبذل مهرجان البندقية جهودا متضافرة لجذب المشاركة الطوعية للمواطنين. يسعى القائمين على المهرجان لجذب مختلف الثقافات مع بعضها البعض لمكان انعقادي. ومؤخرا ظهر قناع الكاكات الكوري متأنقا بالهامبوك في الكرنفال. تضمن الأقنعة الكورية والأقنعة الفينيسية الحب لكل الإنسانية، حيث تستخدم كل منها كأدوات لإزالة الفجوة بين الطبقات الغني والفقير والأعراق والجنسيات.